العودة إلى التكرير وضمان التنافسية يخفضان أسعار المحروقات بالمغرب. تستمر أسعار المحروقات في المغرب في الارتفاع دون أن ينعكس أثر السوق العالمية عليها، وهو ما فسرته وزيرة الاقتصاد والمالية فتح العلوي بكون أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة وليس على سعر برميل النفط، وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى. وقال اليماني إن المغرب فوت فرصة لتكرير البترول كانت ستربحه هذا الفرق وبالتالي تخفيض الأسعار، وكنا سنسلك اتجاها يؤدي إلى انخفاض سعر النفط المصفى كلما انخفض سعر النفط الخام، ولكن المغرب لم يستفد منه.